انفراستراكشر نقدر نشوف ازاي ممكن نستخدم التكنولوجي الجديده اللي موجوده معانا بنقدر ان نوصل نحقق فاليو كويسه. بعدين انت سوفت وير انفراورس بموديول نازل فيه جديد اسمه الموديل بيلدر. الموديل بيلدر انا بستخدمه ان انا باخد من على الكلاود بتاع اوتوديسك جي اي اس داتا ماب سيرفيسز بيلدينجز طرق وكباري وكل الداتا اللي موجوده في المكان اللي انا عايزه. فانا هنا قلت له انا عايز دبي جنب الماب، فببدا اختار الزون اللي انا هشتغل عليه، اخترت المنطقه اللي انا عايزها وبكتب له اسم المشروع بتاعي واقول له عايز ايه كرييت موديل. بيبدا هو يطلع الداتا اللي عنده اللي على الكلاود عنده ويقول بعت لي ايميل يقول لي انت الموديل بتاعك جاهز. ده الموديل اللي بينزل من على اوتوديسك. عندي ووتر بيرلز، عندي ساتلايت مابس، عندي سيرفيسز، عندي 3D بيلدينجز، عندي طرق وعندي كباري وعندي كل وعندي جي اي اس داتا يعني الكباري والطرق والحاجات دي والمباني اللاند ماركس داخل عليها الداتا بتاعت الاسامي بتاعتها. طيب في ناس هتقول طب دي دبي طبيعي انك تلاقي عندك كل الكلام ده. هنشوف دلوقتي احنا جربنا نعمل الموديل بيلدر ده في القاهره عندنا. دي الزمالك والتحرير. ده الموديل اللي نازل من الكلاود سيرفيس بتاعنا. نهر النيل، مجمع التحرير، كوبري قصر النيل، كوبري 6 اكتوبر. احنا هنا هنبدا نتكلم عن تول اسمها بوردر اوبتمايزيشن. تول دي باورفول جدا، احنا هنا اختارنا الجزئيه دي ان احنا نعمل عليها الفيرتشوال بروجكت بتاعنا. بوردر اوبتمايزيشن ده فكرته ايه؟ انا بقول له انا عايز طريق من النقطه 1 لنقطه 2 وببعت على كلاود اقول له شوف لي الاوبتيمم سوليوشن للحل ده. ببدا اختار الطريق بتاعي وابدا اديله الكرايتيريا اللي انا عايز اشتغل عليها. نبدا اختار النقطه بتاعتي. بيجي لي عليه الريبورت بالطريق يمشي ازاي كروس سكشن وكميات الحفر والرن بتاعته. تاني طول هتكلم عنها الرود واي ديزاين. الرود واي ديزاين موديول نازل قوي جدا. الانفرا ورس بيديني فرصه ان انا اقدر اعمل ديزاين او ابلمنت ديزاين للرود ان نو تايم. ببدا اعمل ادت للبروفايل، اعمل ادت للطريق نفسه، بيفهم الانترسكشنز. فيري سمارت تول. فانا هنا ببدا استخدمها، ببدا اختار الاسامبلي بتاعتي او الكروس سكشن بتاع الطريق وابدا ارسم الطريق بتاعي بالكيرف بالسبايرلز كل حاجه انا محتاجها. انا النو تايم بقى عندي بروبوزل طريق ممكن اعمل 10 بروبوزلز في النو تايم. هنا بقلت بالبروفايل الطريق بتاعي في البلان بتاع الطريق اللي اوت. دلوقتي انا ببدا اشوف البروفايل بتاعي. هو هنا بيوريني البروفايل بتاع الاكزيستنج جراوند، بيوريني اماكن الووتر ارياس فين عشان لو محتاج اعمل بريدج او محتاج ايديت انا بمسك البي في اي بتاعتي وابدا اتحرك في البروفايل بتاعي وايديت اعمل كونسبشوال ديزاين. انا مش بعمل اكشوال ديزاين او فاينل ديزاين، انا بعمل بروبوزلز للكلاينت. اقول له انا اقدر اعمل كذا فكره في وقت قليل جدا وفي نفس الوقت ريل تايم. انا شايف انا بعمل ايه، انا شايف الطريق بتاعي بيتفاعل ازاي مع المحيط بتاعي، مع شكل المكان بتاعي. في تول تانية اسمها هنتكلم عن البريدج ديزاين. ده موديول تاني نازل برضه مع الانفرا ووركس. مهمته ان انا بقول له انا عندي الطريق بتاعي اللي انا عملت له ديزاين اللي هو اللي استخدمته بالروبي ديزاين، ابدا اقول له ان انا عندي من النقطه دي للنقطه دي عندي في كوبري، فيبدا يحط لي الاليمنتس بتاعت الكوبري بتاعي الجريدرز والبايبس والفاونديشن كل حاجه انا محتاجها للكوبري. فابدا اتحكم في المسافات ما بين الفاونديشن بتاعتي، ببدا احرك عندنا الكوبري بتحكم فيها. ده كل ده طبعا جاست مش حاجه حقيقيه، هي حاجه بروبوزل اقدر اتحكم فيها بعدين ان انا انقلها لمستوى ديزاين او الفاينل ديزاين بتاعي.
هنا هو بيبقى نازل مع الانفرا وورز لايبرري ضخمه جدا لاشكال الجريدرز واشكال الفاونديشنز واشكال البايبس ممكن احط منها واجرب اشكال مختلفه ان انا اوفر بيها المعنى. طب هنجرب الكلام ده عندنا في الفيرتشوال بروجكت بتاعنا. انا عندي ده الفريق بتاعي وعايز اقول انا عندي كوبي من النقطه دي للنقطه الثانيه. فجاست نو تايم عمل لي الكوبي بتاعي حط لي البايز والفاونديشن وكل حاجه. ابدا امسك واحده منهم وابدا احط الشكل اللي انا عايزه او شكل الاستراكشر بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. فابدا اختار من مجموعه من اللايبرري بتاعتي واتحكم في البارامترز بتاعتها الويت بتاعها واللينك بتاعها والمسافات ما بينهم قد ايه ومقاس الفاونديشن قد ايه وكل الكلام ده. فبدا اقول له ايه اعمل لي الكلام ده كله على ايه؟ على كل وزن. نفس الكلام اقدر اعمل اناليسيس واقدر اغير في الجردل نفسها عشان تعمل ازاي؟ واقدر اعمل اناليسيس عليها اشوف ايه؟ الاستراكشر بتاع الكوبري ده هل هو شغال معايا؟ مش حاجه فاينل بس هل مبدئيا ينفع يشتغل معاك ولا لا انت محتاج تهدي فيه اكتر عشان يشتغل معاك. ده كده عشان ده ايه الفاينل برودكت بتاع البريدج بتاعك. حاجه بقى السيلكتيفيتي مع تول اسمها اوبن انفرا وورس موديل. انا عملت الموديل بتاعي في انفرا وورس وعايز ابدا اشتغل عليه عشان اعمل الديزاين بتاعي. فببدا اقول له اوبن الموديل وابدا اختار الزون او الاريا اللي هبدا اشتغل عليها. فجاب لي الحاجه اللي انا عملتها كلها جوه الموديل بالماب بالكباري بالطريق ينزل لي الاينمنت بالبروفايل ينزل لي السيرفيس بتاعي. فانا مش محتاج اعمل حاجه ثانيه انا بقى عندي اكزيستنج كونديشن بتاع الشغل بتاعي. هنا احنا عملنا فكره او ديزاين عايز ابدا اعمل انترسكشن في الاماكن دي احط طرق ثانيه. فانا بقول له انا عايز اعمل طريق تاني بيقطع في الطريق الاساسي بتاعي فهو فهم لوحده ان ده انترسكشن. وابدا اقول له انا عايز الانترسكشن ده ايه نوع الفيكلز اللي هتمشي عليه؟ هل هي عربيات ركاب؟ هل هي عربيات نقل؟ فابدا اقول له لا انا عايز اراوند اباوت. وابدا اختار من الستاندرز. انا عندي هنا الستاندرز بتاعت الاشهر نازل عندي مجموعه من الستاندرز للراوند اباوت وابدا اختار الراوند اباوت اللي انا عايز اشتغل عليه. انا اخترت مين راوند اباوت المشروع مش كبير فاخترت مين راوند اباوت. احط هنا انترسكشن تاني وابدا هنا اعيد الانترسكشن نفسه. هو انا زي ما شفنا هو بيحط لي الماركينج بتاع الطريق باتجاهات المرور ابدا اتحكم فيه اقدر اعمل وايدنج على الانترسكشن ده بالجريد بتاعته ممكن اتحكم فيه بالبارامترز من الدايلوج المفقود ده. انا خلصت كده حطيت المنتال ديزاين بتاعت الطريق الانترسكشن الكلام كله. فرجعت عملت الكلام ده فتحته تاني في السيفك او في اوتوكاد وبدات احط المشروع بتاعي شكله عامل ازاي بالمباني بالباركينج بالمنطقه كلها وارجع ارتبت الكلام ده تاني في الانترا وورز زي ما احنا شايفين كده از 3 دي موديل. انا دلوقتي هتكلم على جول اسمها سايت اناليسيس. انا قاعد عملت انترسكشن بتاعي وعندي مباني وعندي شجر وعندي حاجات كتير في المشروع. فابدا اعمل اناليسيس اشوف انا العربيات بتاعتي وهي ماشيه في المكان ده هتحقق الرؤيه المناسبه ليهم ولا لا؟ هنا قلت له انا عايز عربيه ماشيه على طول تقطع الانترسكشن وهيبقى عندي ستوب ساين فيبدا يقول لي انت عندك فيلير في السايت انت عندك في اوبستكلز في شجر هيعيق الرؤيه بتاعتك. عملت اناليسيس ثانيه واحد جاي في الانستركشن هيخش يمين فقال لي انت الرؤيه بتاعتك كتير مفيش اي حاجه في طريق الرؤيه بتاعتك. انا كده في وقت بسيط جدا قدرت اشوف انا الانستركشن بتاعي ده هل فعلا اقدر اشتغل فيه ولا محتاج اقلت عليه عشان اوصل لرؤيه افضل. هنا زي ما احنا شايفين انا شلت ستوب ساين فحصل ان انا عندي ان هو محتاج يشوف مجال رؤيه اوسع حصل معايا اوبستكلز عندي هنا في اعاقات في الرؤيه. انا عندي المباني والشجر عامل له اعاقه للرؤيه محتاج يشوف العربيات اللي جايه من النقط دي. طيب في موديل ثانيه اسمها الترافيك سيميوليشن. انا النهارده قدرت اعمل سايت اناليسيس محتاج اعمل ترافيك سيميوليشن عشان العربيات اللي ماشيه عندي هنا هيحصل زحمه انترسكشن تحت ولا لا؟ دي كلاود سيرفيس انا ببعت الموديل بتاعي على الاوتوديسك وهو بيبعت لي
بشوية بعض الستاندرز والبارامترز بيبدأ يحسب فيها زي ما احنا شايفين هنا. قال لي نقول الصف ده كل صف كل واحد من دول هو التجربة بتاع العربيات، تكيفه قد ايه؟ طوله قد ايه؟ الافرج دي ايه بتاعه قد ايه؟ انا بقول له ان الميعاد بتاع الترافيك سيميشن بتاعته هو الصبح، هل هو ساعة الذروة ولا في اي وقت؟ انا زي ما شفت هنا كنت ارجع اعمل راند للسيميوليشن وشايف الفلو بتاع العربيات بتاعته ماشيه ازاي. اقدر برضه اعمل اوبتمايزيشن للترافيك فلو بتاعي. انا النهارده في اشارات المرور بتاعتي في الانترسكشن دي مدتها قد ايه؟ التسلسل بتاعها قد ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا هيحصل زحمه عند الحاجات اللي في الاورنج دي ان ده في ترافيك جامده في الحته دي. ببدا افتح الترافيك اناليسيس هنا. دي محتاجه كمان واحد يبقى فاهم في الترافيك سيميوليشن او السلوك بتاع الترافيك عشان يبدا يديت في البارامترز بتاعت الترافيك بتاعه. ببدا هنا بغير شويه بارامترز بقول منها الاشاره بتقف قد ايه؟ مين هيقف مع بعد مين؟ وهكذا. ده هنا كاتب لي اشارات اي وبي وسي ودي وبيقول لي الفيكلز اللي هتعدي الانترسكشن هتعدي امتى؟ ده التايمنج بتاع الاشاره نفسه بتقف كام ثانيه؟ وابدا اعمل راند اناليسيس تاني زي ما احنا شايفين هو عمل اوبتمايزيشن فاحنا هنا ان الترافيك بقى الفلو بقى فيها سموث اكتر ان انا قدرت اعدل الكلام ده. هنتكلم على تول ثانيه هنا اسمها الفيكل تراكنج. ده سوفت وير لوحده بره الكنترولرز. السوفت ده مهمته اساسيه ان انا بقدر اعمل ايفاليويتنج للفيكل موفمنت واقدر اعمل عليه ديزاين راوند اباوتس واقدر اشوف الكلام ده 3 دي واقدر اعمل عليه ديزاين ديبارتمنت. فانا هنبدا اول حاجه بالتول بتاعت الباركينج. انا عندي هنا المفروض ان المنطقه دي هعمل فيها باركينج. عندي لايبرري ضخمه جدا للستاندرز بتاعت دول كتير جدا فانا اخترت الستاندرز بتاعت اليو اس وابدا اقول له انا عايز اعمل باركينج في حته فلانيه. واختار الجهه اللي فيها الباركينج هل هي في جنبين ولا في جنب واحد وابدا بمجموعه من الجريبس اقلت في الباركينج بتاعي. هو اوتوماتيك بيفهم المساحه اللي الطول محتاجها او العربيه محتاجاها انها تبارك في المنطقه دي. وبيديني المساحه اللي العربيات محتاجه تتحرك فيها عشان تقدر تتحرك في البارك تخد تطلع. انا هنا ببدا اعمل ديزاين واحط اكتر من فكره في وقت قليل جدا غير ما يعني عشان اقدر اعمل ديزاين باركينج انه ياخد اعلى كباسيتي ممكنه ياخد وقت كتير جدا. انا هنا وقت قليل جدا قدرت اعمل باركينج ولا حاجه. في نفس الوقت انا عندي طريق هنا بيدخل لي بقى مصنع فعندي طريق عايز ادخله فبقول له انا عايز يفتح لي في الباركينج ده حته عشان العربيات تعدي. هو فهم ان ده طريق ووسع لي العربيات بتاعتي. ده ريبورت بيوريه لي بيقول لي انت عندك عدد الباركينج قد كذا ومنها اقدر اديت هنا بشويه بارامترز اقول له الزاويه بتاعت الباركينج قد ايه؟ اللي هي 90 درجه هل هي 60 هل هي 75 وافتح الريبورت تاني واشوف هل ده اداني مساحه اكبر في الباركينج ولا لا قلل لك عدد الركنات عندك. فانا ببدا احط كذا بروبوز وكذا فكره واشوف الريبورت بتاعي هيديني ايه. اقدر في نفس الوقت اتحكم في الباركينج لوت نفسها. الباركينج لوت دي هل هي عاديه ولا هي الهانديكابز؟ انا هقول انا عايز الهانديكاب فبدا يحط لي احتياجات الهانديكاب للباركينج. وافتح الريبورت تاني هيقول لي انت عندك مثلا سته او سبعه باركينج لوتس للهانديكابز نسبتها قد ايه عشان اقدر استوفي النسبه القانونيه للهانديكابز في الباركينج. هتكلم دلوقتي على تول ثانيه اسمها راوند اباوت. راوند اباوت عامه او عاده في الديزاين مهلكه للوقت جدا ان انا اقدر اقيد فيها بتاخد وقت جدا. فانا هنا التول دي نازله مع البيج تراكنج انا حطيت راوند اباوت واخترت نفس الراوند اباوت اللي انا كنت عاملها في الانفراوكس نفس الستاندردز اخترت الميني راوند اباوت بتاعت الاشهر. اقدر اتحكم بشويه جريبس اتحكم في شكل الراوند اباوت ممكن اتحكم فيها بارامترز اقول له عندي مجموعه ضخمه جدا من البارامترز بقدر اتحكم فيها في الريدس بتاع
about كل لينكينج تول الابروتش بتاعه ايه السرعه بتاعته قد ايه بيبدا يحط لي ساينج جو اراوند اباوت ساينج اراوند اباوت محتاجه راوند اباوت دي في الاخر بتتكتب على شكل كوريدور بحيث ان انا اقدر اتعامل معاها في السيمي 3 دي از سيرفيس واز عدد طبعا منها كميات عدد طبعا منها اللي هو بروفايلز وخلافه دي التول بقى اللي هي اساس الجيجي تراك اللي هي سويفت بقى السويفت بقى دي مهمتها ان انا بقدر اعمل ايفالويتنج للفيجنز بتاعتي مختار هنا عربيه انا وابدا اقول ان العربيه دي هتمشي اتجاهات معينه وابدا اتحكم فيها انا هنا بحاول ادخل العربيه في المنطقه دي بحيث ان انا احطها في الباركينج بتاعها بما نازل معايا لايبرري ضخمه جدا فيها مجموعه كبيره جدا من الفيجنز من العربيات والطيارات وعربيات النقل والمقطورات بيزات وخلافه بقدر اتحكم فيها وهنا دخل العربيه في الباركنج بس لقى ان الرصيف هيخبط فيه فبدا يوسع الرقبه بتاعته زي ما بيقولوا لا انت بتسوق لف من على واسع ما تخش من على ضيق هنا اقدر اعمل 3 دي فيو بشوف هنا اعمل ايفالويشن للموفمنت بتاعتي في 3 دي هنا هو بيبص على الكاميرا بعين السواق هو دلوقتي بيشوف السواق بيرجع بظهره فهو شايف المرايه الشمال بتاعه بحيث ان هو يقدر يحس بالباركنج شكله عامل ازاي فعلا. هنعمل الكلام ده عندنا هنا اختار عربيه من الدايفر بتاعتنا واقول له اشوف هتمشي جوه الراوند اباوت بتاعي ولا لا واقدر اشوف هتقدر تخش جوه في الباركنج بتاعي وهياخدها ولا لا في المساحه. بدات ان احرك العربيه النقل بتاعتي وادخلها جوه ايه؟ المصنع بتاعي. ارجع بقى ابص اشوف في خبطه في الرصيف ولا خبطتش دخلت جوه الراوند اباوت تمام بس حصلت ان خبطت جوه الباركنج بس الناس بدات مش قادره ايدك في حركه الفيجن نفسها فببدا ايدك في الديزاين بتاعي او اللي اوت بتاعي اللي هو بتاع الباركنج فانا قدرت اعمل ايفالويتنج للموفمنت بتاعت الفيجن نفسها وقدرت اعمل ايفالويتنج للديزاين بتاعي هل هيستوفي ان مركبات معينه تمشي فيها ولا مش كل الفيجنز تقدر تخش تتحرك جوه الكلام ده. هتكلم دلوقتي عن تول اسمها الدرينج ديزاين. تول دي قويه جدا مهمتها ان انا ببدا اعمل ديزاين الدرينج عندي في المشروع. اول حاجه هنبدا فيها ان انا اعمل ووتر شيب المشروع دي منطقه فيها جبال وفيها ميه كتير وعندي طريق وفي ستريم فابدا اقول انا عايز اعمل ووتر شيب اناليسيس على المنطقه دي. دي برضه كلاود سيرفيس بيبعت الموديل على الكلاود ويجيب لي الريزلت عندي هنا. فابدا اقول انا عايز اعمل اناليز على المنطقه دي والطريق تحت الفول ستريم عشان ما يحصلش فلود على الميه على الطريق بتاعي. فعملت اناليز هنا وراني قال ان المنطقه دي كلها الميه بتتجمع منها وبتجيب النقطه دي. فابدا اقول بقى انا الكالكوليشن بتاعتي احسبها ازاي وكميه الميه السنويه عندي بتنزل قد ايه من تختلف من منطقه لمنطقه. تول زي دي مفيده جدا بالنسبه لنا في سينا عشان عندنا في سينا فيها محرات سيول كتير جدا فاقدر اعمل قبل ما ابدا اشتغل في مشروع اقدر اعمل فكره مبدئيه الميه هتتجمع فين عندي هتسبب لي مشاكل فين بحيث ان انا اتفق عليها او ابدا احط لها كالفرت. انا هنا حسب الكميه فقلت له انا عايز كالفرت في المنطقه دي فهو اوتوماتيك حسب قال لي انت محتاج تو كالفرت عشان تقدر تعمل تصرف الميه من تحت الطريق. فقلت له لا انا خلي كالفرت واحد بس تو بارت بيديني البارامترز بتاعت الميه اللي هتعدي في البارت دي قد ايه. هستخدم هنا تول ثانيه اسمها ايبيبمنت درينج. انا بعد عملت الطريق بتاعي محتاج اعمل الطريق بتاعه صرف الميه اللي عليه. فبقول انا عايز اعمل ايبيبمنت درينج للطريق ده بختار شكل الانلت من اللايبرري عندي حلوه جدا بختار مقاس شكل الانلت بختار شكل ومقاسات المان هولز والبايبس مسافتها قد ايه؟ المسافه بينهم قد ايه؟ ويبدا هو يحسب على حسب ميول الطريق بتاعه. يبدا من خلال الموديول ده يحسب محتاج يحط الانجلز فين؟ المان هولز فين؟ البايبس قد ايه؟ مقاسها قد ايه؟ والاوت فول فين؟ وكل الكلام ده. هو انا قلت له خلاص اعمل لي البيرمنت درينج هتظهر معانا دلوقتي. ده عشان هنا على جنب الطريق طلع عندي جاليز هنا وهنلاقي في النص في مان هولز اللي الجاليز دي بتصرف عليها ولو نزلت من تحت ابدا اشوف الانفراستراكشر نفسها المواسير والمان هولز والانجلز
البارامترز بتاعتها ايه؟ الماتيريال بتاعها، مقاسها، طول الماسوره، السلوب بتاعها قد ايه، الانفرس بتاعتها قد ايه. بعد ما عملت الكلام ده اقدر اعمل اناليسيس للبرفورمانس بتاع الحاجه دي. فانا عايز اقول اعمل لي برفورمانس ما بين المانهول دي والجايد اللي هي على جنب الطريق دي. فانا اسمي خط لك ده السلوب بتاع الميه. ويبدا يعمل لي اناليسيس هنا اقدر اعرف الاتش جي ال والاتش جي ال عند كل نقطه من دول قد ايه. طبعا الكلام ده هي جاست فكره مبدئيه، طبعا ما نقولش ان الكلام ده فاينل ديزاين، لا ده احنا بنقدر نعرف حاجه مبدئيه هل الديزاين بتاعنا ده هيستوفي الشروط ولا لا. طبعا الكلام ده الديزاين ده ممكن انقله تاني للسيفل، افتحه في السيفل وهيفهمه از فايف نتوركس واقدر اتعامل معاه كعادي جدا واطلع منها لوحدي واشتغل عليه. في نفس الوقت اقدر اطلع من الانفراورست كوانتيتيز. انا عملت درينج بيفمنت درينج، اقدر اشوف دلوقتي كميات قد ايه، عندي كم انلت كم اوتلت، عندي البايبس قد ايه،